احنا اسرة الرواد، انا احمد يحيى محمود مقرر الاسرة. بفضل الله وبفضل اصحابي وبفضل المجهود بتاع اعضاء الاسرة قمنا نعمل موافقات بمعرض لاسرة الرواد. النهاردة تاني يوم في المعرض. المعرض ده كان شامل بعض الاعمال الفنية اللي قاموا بيها البنات بتاع الاسرة وبعض الكتب اللي اشتريناها من الرواد. كلية التجارة ان شاء الله بتوعد الناس بشغل تاني السنة الجاية والايام الجاية، ان شاء الله مستمرين معاكم في معارض فنية ومعارض ثقافية وأعمال رياضية وأعمال اجتماعية الأيام الجاية بإذن الله، وكل ده بفضل ربنا وبفضل المجهودات بتاع الأعضاء بتاع الأسرة وبفضل إدارة الجامعة. بصراحة كانوا متفاهمين معانا في كل حاجة وفي كل الإجراءات.